إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اسمي لينا وأنا 9 سنوات، أنا صف الرابع وأنا باجي من ألمانيا. وهسا بتسألوا كيف أنا دخلت الإسلام؟ أمي هي دربتني لما أنا كنت صغيرة، هي علمتني قرآن شوي، يعني الآيات الصغار، وبعدين فهمتني شو المعنى، وبعدين خلتني نسبح ونحكي دعاء ونصلي بعدين لما أنا هسا نزلت عن سعودية وبعدين رحت مكة، شعوري لما أنا شفت أول مرة مكة مش طبيعية، أنا كنت كتير فرحانة. وبعدين كمان عشان هون خالتي وخالاتي وبنت خالتي كلهم، يعني أنا كتير فرحانة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. أنا اسمي نهاد، أنا بصف الثالث، عمري 8 سنين، وماما أمي اللي علمتني القرآن، أمي وعدتني إذا بحفظ جزء عما كامل رح تودينا على العمرة، ولازم نكون يوم الجمعة هون، بس كان في إضراب بألمانيا وجينا يوم السبت. يعني أنا بالصور كنت شفتها صغيرة جداً، وهسه أول ما شفتها كانت كبيرة.